Bonjour et bienvenue sur votre chaîne YouTube Tarbawiyat ma l'Oustad Mohamed Boukhari. Marhaba bikoum a'zaï al-kiram fi fidéo jadid ala qanatikoum Tarbawiyat ma l'Oustad Mohamed Boukhari. Hadd la vidéo ghadi ndir ma'akoum l'hissa al-thalitha mounawib al-darajati dhimna al-wahda al-khamisa al-kahromighnatisiya l'électromagnétisme. Daiman fi itar manhal an-nashat al-ilmi kitab al-mutallim wal-mutallima binisbati al-mustawa al-khamis ibtidai. Lyoum ghadi ndiru l'hissa al-thalitha min hadd al-wahda al-khamisa. Idhan, l'hadafain min hadd الدرس وهما تعرف العناصر المكونة لمنوب دراجة، يعني غادي نعرفوا العناصر اللي كتكون لهذا المنوب ديال الدراجة، وكذلك غادي نوضحوا الكيفية ديال اشتغال منوب الدراجة. Comment expliquer le fonctionnement de la dynamo et connaître les éléments ديال هاد لا دينامو. إذا هادشي اللي غادي نديرو في هاد لا فيديو. مزيان، دونك كما دائما كنبداو بالصوره ديال الانطلاق. يضيء الدراجي طريقه ليلا. نشوفوا هاد الوضعيه المقترحه هنا في الاحظ. بينما تتجول صوفيا مع ابيها ذات مساء، شاهدت ضوءا يقترب منهما ليتوقف دراجي بالقرب منها، فانطفأت مصابيح الدراجه. وحينها بدات صوفيا تتساءل. اذا هاد صوفيا كانت كدور مع باها، كانوا خارجين كيدوروا، واذا بها تشاهد ضوءا يقترب. واحد الضوء كيقترب 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 وهو يتوقف، يعني توقف الدراجي. ثم انطفأت مصابيح الدراجة، ثم ديك الدراجة انطفأت المصابيح ديالها. في نظركو علاش انطفأت وكيفاش انطفأت وكيفاش كتشعل اصلا؟ داكوغ، اذا هادو هما الاسئلة اللي بقاو كيدورو في الذهن ديال صوفيا. في نظركم شنو هو سؤال التقصي الذي يمكن اقتراحه كسؤال لهاته الوضعية؟ اذا نكتبو سؤال التقصي، سؤال التقصي، وهنا الفرضيات. هنا الفرضيات. إذن سؤال تقصي غادي يكون عفوا، لماذا انطفأت المصابيح أو مصباح الدراجة؟ علاش تطفى؟ بالنسبة للفرضيات، أفترض أن المصباح انطفأ أو لا، أنها لماذا انطفأت مصابيح الدراجة؟ مصابيح الدراجة فرضيات، أفترض أنها انطفأت بسبب ماذا؟ بسبب توقف، مثلا توقف عجلة الدراجة، مثلا توقف عجلة الدراجة عن الدوران، يعني الدوران ديال الدراجة هو اللي كيخلي داك المصباح شاعل. إذا هذا اقتراح. مثلا أفترض أن دوران العجلة مهم في اشتعال المصباح، مثلا. إذا دونك داك دوران العجلة، دوران العجلة كيؤدي إلى دوران، يعني الأكرة، داك الأكرة ديال هاد المنوب، وبالتالي كيؤدي إلى إنتاج طاقة كهربائية تضيء المصباح. صافي، إذن هادو هما الفرضيات اللي افترضت أنايا. قد يكون أو قد تكون هذه الفرضيات صحيحة أو خاطئة. كنتأكدوا من صحة ديال الفرضيات بدراسة أنشطة أتحقق. انتبهوا معايا، عندي جوج الأنشطة كذلك. ممكن النشاط الأول، منوب الدراجة جهاز يولد تيارا كهربائيا يتغذى أو يغذي مصابيح الدراجة لتضيء الطريق. مزيان، إذا منوب الدراجة منين كيتكون؟ كيتكون من مجموعة من الأمور. إذا الدور ديالو فين كيتجلى؟ كيتجلى بأنه يغذي مصابيح الدراجة، كيغذي هاد المصابيح ديال الدراجة باش كتضوي لنا الطريق. صافي، دابا غنفكك منوب الدراجة وألاحظ. لاحظوا منوب الدراجة هو هذا، شوف كيفاش فككناه. كيتكون من هذه من هذه من هذه من هذا، إذا كتكون من أربعة ديال العناصر. دابا غادي نجزئوا كل عنصر غادي نقولوا شنو هو، من خلال ملء هذه الفراغات، أملأ الفراغات بما يناسب من الكلمات. وشيعة، محور، أكرة، مغناطيس. إذا حنا قبيلتي افترضنا بأنه إلى دارت هذه دار هذا غادي يدور هذا، غادي تكون لي واحد المجال مغناطيسي غادي يعطيني كهرباء. داكوغ، غادي يعطيني واحد تيار كهربائي غادي يمكننا من اننا نضوي. سبيل، اذا واحد كنا هو واحد، اذا هي الاكار. داكوغ، اكارة
نعم. ثانيا شنو هو هذا؟ هذا عبارة عن محور، صافي، محور هو اللي هز لي داك المغناطيس. محور ثالثا مغناطيس، ورابعا وشيعته، صافي، رابعا وشيعته. إذا الجزء الدوار من المنوب أو في المنوب، شنو هو الجزء الذي يدور في المنوب؟ إذا الجزء الذي يدور أو الأجزاء التي تدور في المنوب، عندنا الآكارة، عندنا كذلك المحور، محور والمغناطيس، هذو هما الثلاثة بهم كيدوروا في هذا المنوب، صافي. بالنسبة للجزء الساكن، يعني الجزء اللي ما كيتحركش كاع، إذا هو أو هي الوشيع، هكا الوشيع هي اللي ما كتحركش، صافي. ثانيا أدير عجلة الدراجة، إذا كندور العجلة ديال الدراجة بشكل رقم 2، ها هو كندور واحد العجلة وفيها قدامها المنوب. إذا ألاحظ ما يحدث إضاءة مصباح الدراجة عند ماذا؟ عند رفع سرعة الدراجة وعند توقف العجلة عن الحركة. غادي نلاحظوا، لاحظوا ماذا؟ إضاءة ديال هذا المصباح، واش غيبقى مضاء ولا غادي ينطفئ ولا غادي تقل الإضاءة إلى غير ذلك. دابا عند رفع سرعة الدراجة، إلا دورناها الدراجة أو عفوا الدراجة بسرعة كبيرة، شنو غادي يوقع؟ إذا اللي غادي يوقع هو أنه المصباح سيتوهج، المصباح سيتوهج، نعم، يعني ستزداد إضاءته، صافي، الإضاءة ديال المصباح غادي تزداد. مزيان، دابا إلا توقفت هاد الدراجة أو هاد العجلة إلا توقفت عن الحركة، شنو غادي يوقع؟ لا يضيء المصباح، داك المصباح ما كيضويش، ما كيبقاش كيضوي، صافي. ما سبب ظهور تيار كهربائي في وشيعة المنوب والذي أدى إلى إضاءة المصباح؟ شنو السبب اللي خلى أو السبب ديال ظهور تيار كهربائي في وشيعة المنوب والذي أدى إلى إضاءة المصباح؟ شنو هو السبب؟ إذا السبب هو دوران ماذا؟ دوران الآكارة خلى بأن المغناطيس يدور، إذن دار قدام ماذا؟ قدام واحد الوشيعة ثابتة يتولد عن ذلك تيار كهربائي، صافي. إذن دوران يعني المغناطيس أمام وشيعة ثابتة يولد تيار كهربائي، كيولد لنا ماذا؟ كيولد لنا واحد التيار كهربائي، مفهوم؟ مزيان، غادي ندوزو الملخص، تابعوا معايا. دونك استخلص، يتكون منوب الدراجة من وشيعة ثابتة تدعى الساكن، إذا داك الوشيعة اللي هي ثابتة كتسميوها واحد الساكن، بداخلها مغناطيس قابل للدوران ويدعى الدوار، إذا داك المغناطيس قابل للدوران، كيتسمنا الدوار، بالنسبة للوشيعة هي ثابتة وكتسمنا ساكن. مزيان، يولد منوب الدراجة تيارا كهربائيا في الوشيعة أثناء دوران المغناطيس فيها، إذا شنو كيتولدنا؟ كيتولدنا واحد التيار كهربائي أثناء دوران المغناطيس في وشيعة ثابتة. دونك لا دينامو دو فيلو اي كونستيتيي دون بوبين لوشيعة فيكسي أبلي ستاتور ساكن على الانتيريور دو سيلسي ان ايمون موبيل أبلي روتور. لا دينامو دو فيلو كريي ان كورون إلكتريك دون la bobine lorsque l'aimant est en mouvement. شوفوا أطبق، عندي جوج ديال الأسئلة، واحد باللغة العربية واحد باللغة الفرنسية. أملأ الفراغ بما يناسب، هاد الفراغات غادي نعمروه. تتكون الدارة الكهربائية للدراجة، دونك كتكون من ماذا؟ من مولد، اللي هو عفوا منوب، هو ديك المنوب، منوب أو مولد، وأسلاك التوصيل، أسلاك التوصيل ومصابيح، ومصابيح يضيء مصباح الدراجة عند دوران العجلة، عند دوران العجلة داك مصباح الدراجة كيضوي. ثانيا جو مي اون كخوا دون لا كاز كوريسبوندونت ا لا بون بروبوزيسيون، غندير كخوا. لي لامب دو فيلو سون الومي، يعني مصابيح الدراجة كيضويو ميم سي لا بيسيكليت اي ايموبيل، واخا لا بيسيكليت يعني الدراجة ما كتحركش، واخا هي ثابتة، دونك هادي خطأ. ليكليراج دي لامب اوغمونت كون لا فيتيس دو لا بيسيكليت اوغمونت، صحيحة، يعني الضوء أو الإضاءة ديال مصابيح الدراجة كترتفع، يعني كتكثر الإضاءة منين كتكون الدراجة في حركة، يعني الحركة ديالها مسرعة، داكوغ سي بيان. دونك ليكليراج دي لامب اوغمونت كون لا فيتيس دو لا بيسيكليت اوغمونت، يعني السرعة ديال العجلة أو الدراجة ترتفع، مفهوم.
وبهذا كنكون كملت لا فيديو ديال اليوم. كنتمنى انكم تزيدوا تدعموا قناة تربوية مع الاستاذ محمد البخاري باش نزيد ندير معكم ان شاء الله دروس وفروض ودعم مدرسي. كان معكم الاستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.